خطتنا الأخيرة ضمن رحلتنا الصباحية لليوم رح نتعرف فيها على الجمعية السورية لمصممي الأزياء التي تجمع بين التراث والحاضر مع رئيس قسم التطوير والتحديث في الجمعية السورية لمصممي الأزياء الدكتور ماهر المهاجر ترا بنزنلي. صحيح كنيتك؟ ترا بنزنلي. ترى بوزنلي. بوزنلي تماما. هلا بدي اسالك كنيتك من وين؟ يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نتعرف شوي على الجمعيه السوريه لمصممي الازياء، وخاصه ما كثير يمكن بسوريا معروفه، لانه بحاجه، لانه نحن هالشباب المبدعين كنا لهم جمعيه تحتضنهم. صحيح. هلا نحن جمعيه اسست باواخر 2006. هدف الجمعية هو صناعة وتطوير مصمم الأزياء وإيصاله للعالمية. حلو. وكان الحمد لله إن عدة مجموعة نشاطات مع خريجين الجمعية وعملوا عروض أزياء رائعة جدا، ومنهم هلأ يعني فاتح مصانع، ومنهم فاتحين دور أزياء، ومنهم برات البلد كمان على مستوى راقي جدا بصناعة السورية. نعم نعم. يمكن دائما وقت نحن نسمع مصممي ازياء وصار لنا جمعيه، معناتها نحن بلشنا بطور انه نحن عم نواكب شغلات عالميه. خلينا نقول وقت يكون عندنا جمعيه فهي شيء منظم لمصممي الازياء، ما عاد شيء في مقاييس معينه نحن يمكن نخضع لها، يمكن في معايير دائما بتحطها الجمعيه لاي حدا بده ينتسب لهذا المكان. نحكي عن المعايير ونحكي يعني قديش استقطبتوا لسه عالم لتقدر تكون يعني على مستوى عالمي. والحقيقة المعايير هي أهم معيار لأي شخص منا حابب يدخل هذا المجال، هو أنه يكون بحب هذا المجال. حلو. مجرد أني حبيته الرغبة، فأنا بوصل للمرحلة الإبداع. ونحن عم يجينا من كل الفئات، حتى عملنا دورات للأطفال وتفاجئنا انه في منهم فعلا قادر، من الاطفال قادرين يعملوا اشياء كثير جميله. صحيح. منا دورات للصم والبكم، كمان وجدنا انه في ناس عندهم مقدره انه يعملوا اشياء جميله جدا. نعم. حلو. فمهنه تصميم الازياء هي مهنه فنيه. حلو. وكل مهنه فنيه تعتمد على الذوق والحس بقدر ما هي المشاعر عنا بلشت تنمو تتولد عنا بشكل صحيح، بقدر ما نلاقي انه صار العمل الفني عنا يوصل للقمة. والحمد لله يعني مو هلا، حتى سابقا سوريا تمتاز صناعيها بهذا الحس الفني الرائع. نعم نعم نعم. دكتور يعني كثير عم نشوف الشباب السوري عندهم افكار حلوه، عندهم ذوق معين، في شغلات قديمه كانوا هلا عم يجددوها، عم يدرجوا موضه. حتى السوريات عندهم ذوق حلوه يعني بالترتيب، باللبس، باختيار بعض الاشياء التراثيه ليجددوها واللي انتشرت حول العالم. يعني خبرنا اليوم قد ايه اول شيء الجمعيه ممكن تحافظ على هالتراث، كمان تكون سفير لتراث وحضاره سوريا، اضافه لاحتواء هالشباب، هل بدهم يدرسوا بالجمعيه كم سنه؟ يعطينا هالتفاصيل. هلا بالنسبه لصناعه الملابس بشكل عام اللي امتازت فيها من بين الدول العربيه هي سوريا، وكان حتى قبل الازمه كان في كثير نحن عندنا تصدير لدول العالم من الملابس. الشيء اللي حابب احكيه انه اللمسات الفنيه الموجوده بتراثنا القديم هلا عم نرجع نحن نحييها مره ثانيه بس بطرق حديثه. صحيح. بتواكب مع خطوط الموضه العالميه لكن بطريقتنا نحن. نعم. والحقيقه هذا الكلام ترك اثر كبير حتى في اوروبا، يعني هلا عم يتصل فيه كثير اشخاص مقيمين باوروبا بشكل عام، يعني مثلا كانت المانيا، هولندا، اللي هي عم يطلبوا منا الملابس اللي بتخصنا نحن كشرقيين كسوريين تراثيه بس بطريقه جديده محدثه تماما، بحيث انه عم يتقبلها الغرب صار وعم يلاقي فيها هي تراثيه لازم يتقبلها. يعني لبسهم ما له احلى من لبسنا ابدا. يعني نحن عندنا يمكن من الاصاله ما يكفي، لانه نحن يمكن مو لانه نحن تاريخ او اصاله واحد ما بيحكي عن نفسه، ولكن عن جد اذا بدنا نشوف التطريز الشرقي او العبايات الشرقيه يعجز الغرب عن تطريزها. انا برايي، ما بعرف حضرتك كدكتور ومصمم قديش بيطلبوا من هذا التطريز. هلا الشيء اللي حابب انا بس هيك احطه بين قوسين، تفضل.
هلا العمل اليدوي له أثر روحي ونفسي أكثر من العمل الآلي. يعني الآلي صح عم تعطينا شغلات جيدة وذات قيمة مثلا جودة، لكن العمل اليدوي بيحمل نفس وروح الشخص اللي عم يشتغل فيه. لذلك لما نحن مثلا عم ناخذ العمل الفني التراثي المشغول يدويا عم حس انه دخل مشاعرنا، صحيح، دخل قلوبنا، عبر عن شيء غريب لثقافات ثانيه. تماما، لذلك هذا برا عم صار عم يتقبلوه بشكل كبير. حلو. وهذا اللي عم يميز بعض الاحيان هي القطع. ومن هون نحن بلشنا مع الناس اللي عم نعلمها اكيد انه لازم يكون في لنا دائما شيء اسمه يعني روح العمل، وهذا ما بيجي الا مثل ما ابتدات الحديث باني حب هذا العمل. اكيد اكيد. يعني نحن دائما بنقول انه يا الله بسوريا في مثل ما قلت صناعيين للالبسه، يعني في صناعه البسه، في خياطين من زمان اجدادنا المعروفين الشاطرين، في الافكار الحديثه هلا تبع الشباب اللي عم يطلعوا عليها، ليه ما بنلاقي عروض ازياء تنشط السياحة والمال وأيضا الذوق العام الخاص بتاريخ وحضارة سوريا؟ ليش ما عم نشوف عروض أزياء؟ ليش ما عنا صناعة مصمم أزياء بسوريا؟ هلأ في عروض أزياء بس ما عنا هي الكم الهائل أو الأضواء عليها، ما عنا صناعة بس مصمم. المشكلة هلأ نحن مثلا بلشنا نعاني منها هو الحصار اللي صار على سوريا. لكن قبل الحصار نحن بمعارض موتكس اللي كانت تصير كانت تجيها من جميع الدول العربية، كنا نقوم بعروض أزياء واستقطبت عالم كثير هالعروض. بس هلأ الوضع اللي نحن فيه يعني ما عم يخلي الغريب يجي لهون ويشوف شغلنا من جديد. صحيح. زائد انه في عندنا كثير خبرات الحقيقة كمان يعني طلعت. هلأ في ناس ظهرت من جديد ووجوه جديدة وانا برايي هي كلها مستقبل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. فنحن هون مهمتنا نحن كجمعيه انه نصنع هالناس الجديده هي مشان تكون قادره انه ترجع ترمم الشيء اللي كان سابقا وان شاء الله بشكل افضل حتى. وفي عنا ناس خرجت من عنا، ما عنا دور ازياء هون مثل برا، يعني ما لك المصمم له توقيعه الخاص بالتصميم، ما عم يحصل على هالعلامه التجاريه بعد تعب يمكن سالي عم نشوفه. هو لانه بقول لك شغله واهم شغله حتى انا اوصل للشيء اللي عم تحكيه حضرتك انه هذا الكلام يغطي الاعلام. لما بغطي الاعلام هالناس هي اللي يعني غير ظاهره بصير بتظهر اكثر. والاعلام بعض الاحيان يعني خاصه اذا فينا نقول مثلا اذا بدي اعمل انا عروض ازياء خارج القطر، نعم، هذا عم يكلف مبالغ كبيره كثير. يمكن هذا اللي نحن رح نسلط الضوء عليه هي المشاركات يمكن هلا على الصعيد المحلي اكثر منا على الصعيد الدولي. تماما. او العالمي او العربي نتيجه العقوبات والحصار المفروض. ولكن نحن دائما وقت نعمل اي مشروع او اي جمعيه نحن بنعطي افق بعيد انه نحن لا رح نصير، رح نسافر، رح يكون لنا مشاركات. برأيك دكتور كمؤسس جمعية أو كحدا يمكن تعبان على هدول القصص وعلى المعايير، شو رأيك بمصمميننا السوريين؟ يعني يمكن نحن ما بينقصنا شيء من الإبداع، شو رأيك بالكمية اللي عم بتشوفها، كمية الإبداع بالإضافات يلي ممكن تطرق على القطع يلي عم يعملوها، الابتكارات، المنافسة الجميلة بين المصممين؟ هلا والله شوفي نحن بضمن الحصار اللي صار عنا في كتير مواد نحن صرنا نفتقدها بالصناعة، خيوط، كم خيوط أو أقمشة أو أكسسوار أو أشياء كتير من المعدات اللي نحن نفتقد إلها بالصناعة. نعم، لو كانت متوفرة كنت لشفتي هلا انه الصناعة السورية فعلا عم تنافس كان الدول الأوروبية حتى القماش. نعم، نحن عم نحكي لانه مثل ما قلت لك قبل الأزمة نحن القطعة السورية بلشت تطلع أوروبا حتى. الشيء اللي حابب اقول لك اياه انه وقت صار الحصار ورغم كل هالظروف صاروا عندنا الصناعيين ينشئوا أقمشة وإكسسوارات من لا شيء. يعني يجيبوا القماش يعملوا له مثلا الليزر ويدمجوه مع بعض ويطلعوا قماشة جديدة. حلو. بلشوا نشوف اشياء جميله جدا من لا شيء طلعت هذا الشيء. فهذا اللي نحن نرفع راسنا فيه حاليا بالصناعيين الموجودين عندنا. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك نحن في عندنا كصناعيين موجودين في سوريا وكمصممين ازياء في عندنا ناس عندها ابداع، بس انا بقول لازم لابد من التاهيل العلمي
التأهيل العلمي ضروري جدا لحتى أثقل الخبرة مع العلم. أكيد. فبنوصل بهالحالة لدرجة خلينا نسميها الأولى في الإبداع. أكيد. يعني هذا الشيء بنتمنى إنه يصير قريبا، يكون في قسم لتصميم الأزياء، قسم أكاديمي يتخرج منه الشباب اللي حابين يشتغلوا بهي المهنة، اللي حتى عندهم موهبة يصقلوها مثل ما قلت أكاديميا. في بالنهاية أي نشاطات قادمة لكم، عروض قادمة قريبة؟ هلأ نحن عم ننتقل من موسم لموسم، يعني خلصنا إن شاء الله الصيف، مع أنه أنا زعلان وادعوه هلأ جاي الخريف والشتاء، ففي شيء؟ أكيد نحن عطول في عنا هي النشاطات، وحتى من تقريبا قبل العيد كان في عنا نشاط كمان عروض أزياء صارت بمدينة المعارض، وهلأ إن شاء الله عم في شيء جديد ممكن يكون بعد شهرين كمان، بس يعني بلش الموسم الصيفي الشتوي عفوا. حلو. بنبلش نعد له من هلا نحن، فطبعا في هيك اشياء نحن عم نجهزها من هلا. زائد انه الحمد لله يعني نحن في عندنا بالجمعيه عم نساوي شيء الاكاديمي، بحيث انه مثل ما حكينا من شوي اللي بيجي لعنا ياخذ المعلومات الاكاديميه. قد ايه ممكن يدرس فيها؟ هلا نحن اذا بدنا ناخذ كل شيء يتعلق بصناعه ال بي سي والتصميم بده بحدود السنتين تقريبا. بس بيطلع خبره عاليه جدا ان شاء الله، وان شاء الله يعني بيكون اموره بخير باذن الله. بنبلش احنا من الصفر، يعني حتى بيجينا اشخاص ما لا يعني لا يفقهوا شيء بعالم تصنيع الازياء والخياطه، بلش معهم من الصفر. نعم نعم، والحمد لله مثل ما قلت لك في عندنا كثير خريجين طلعوا افتتحوا محلات ودور ازياء وهلا ماشيين الحمد لله. نعم. نتشكر كثير دكتور ماهر على وجودك معنا اليوم، على هيك الإضاءة على الجمعية السورية لمصممي الأزياء. نفتخر بكل سوري مبدع، بكل سوري قادر على العطاء، على التنمية، على كل شيء ممكن يقدمه على الصعيد خلينا نقول المحلي وقريبا جدا إن شاء الله. وبعرف أنا عم هيك متفائلة خير إن شاء الله. العالمي. شكرا كثير لوجودك معنا. وأنا بتشكركم كثير، بشكر قناة الإخبارية، لأنه نحن مثل ما حكينا من شوي نحن كمان بحاجة جدا للإعلام لمشان يضيء على هالمصلحة والمهنة الجميلة جدا. أكيد. وبتشكر الكادر الجمعية السورية والإدارة ومن على رأسهم الأستاذ سمير حباشوي رئيس الجمعية، كلهم عم يقوموا بمجهود عالي ورائع جدا لتطوير هالمهنة هي والصناعة هي. نعم موفقين يا رب، وإن شاء الله نشوف صناعة لتصميم الأزياء بسوريا تدر كل الخير والشهرة مثل ما بتستاهل سوريا. سوريا بتستاهل كل الحب والنجاح أكيد. أكيد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.